أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام. أهلا بك. إذا سيدة تمارا، هناك تقرير من منصة سنوقف جرائم قتل النساء يوثق مقتل أكثر من 150 امرأة منذ مطلع العام الجاري. برأيك، هل انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول تسبب بارتفاع نسبة الجرائم والانتهاكات ضد النساء؟ تفضلي. صحيح، بالفعل يعني هذا السبب الرئيسي في ارتفاع حدة العنف المنزلي أو العنف الأسري، وأدى الأمر إلى ارتفاع جرائم القتل ضد النساء. ليس فقط هذا فحسب، هناك الكثير من الأسباب الأخرى. هناك غياب السلطات الثلاثة التي هي تشير أو أن تقوم بعملها اللازم، بمعنى هناك إخفاق في السلطة القضائية وغياب السلطات من أجل حد من جرائم القتل ضد النساء. الإخفاق القضائي هو أحد الأسباب بسبب عدم إلقاء العقوبة المناسبة على مفتعلي قتل الجرائم ضد النساء، وبالتحديد أن هناك بعض قتل أسباب قتل النساء، هناك بعض الخلفيات، منها الخلفيات الاجتماعية، بمعنى أن عدد من الأزواج هم من يقومون في قتل النساء داخل سياق الواقع التركي. أيضا غياب السلطة التشريعية، بمعنى أن هناك غياب واضح تماما للقوانين التي تحمي النساء، و أيضا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أدت إلى استمرار وازدياد حالة الجرائم القتل، وأدى تفاقمها بشكل كبير جدا، وجرأة الرجال على قتل النساء. أن هناك أسباب أخرى، بمعنى أن السلطات التنفيذية لا تعطي المؤسسات بشكل عام إعطاء الوعي اللازم، وبالتحديد ضمن سياق ما يسمى الوعي ضد قتل النساء. ناهيك أن الوضع الاقتصادي في تركيا صعب جدا، هناك انخفاض في الليرة التركية، وبالتحديد أن الواقع الاقتصادي ألقى ظلاله على الواقع وازداد في حالة ازدياد قتل النساء. أيضا حالات البطالة والفقر، وأيضا النساء يعني هناك بعض المطالبات بالمساواة بينها وبين الرجال، وباعتقادي أن المطالبة بالمساواة أصبحت هذه المطالبة إحدى أسباب قتل النساء، لأن الثقافة الذكورية في تركيا هي الطاغية داخل سياق الواقع التركي، وبالتحديد أن الواقع التركي أو الشباب التركي يعتبر النساء هي تابعة وليست شريكة ضمن نعم. سياق الشارع التركي، وبالتالي ويريدها النساء هي مطيعة وتابعة له وليست ضمن سياق المساواة، سواء كان على المستوى القانوني أو حتى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ناهيك أن الثقافة وهي الأساس في ازدياد حالات العنف. أصبح الواقع الثقافي في تركيا يرتهن إلى أمور مختلفة كليا عن الأمور التوعوية، وبالتحديد أن أصبح هناك ابتعاد واضح تماما في الوعي، سواء كان على رياض الأطفال أو حتى على مستوى المدارس والجامعات، بالرغم أن هناك الكثير من التواصل الاجتماعي تعزز حقوق النساء والمساواة، إلا أن في الواقع التركي أصبح يبتعد عن هذه الثقافة التوعوية، أصبح يهتم بأمور أخرى، لكن هذه الأمور تنعكس على الواقع. نعم أستاذة تمارا، هناك أيضا تقارير دولية يعني تفيد أن تركيا غير متعاونة مع الأمم المتحدة بخصوص يعني الكشف عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النساء في تركيا. يعني ألا يثير ذلك القلق والشك، وما هي الأسباب التي تدفع أنقرة لإخفاء هذه الأرقام وهذه الملفات؟ صحيح، يعني تركيا حاليا هي لا تريد أن تعطي الرقم الحقيقي أو الرقم الواقعي في قتل النساء أو العدد الكبير. قد يكون 150 هو العدد المتاح إعلاميا، ولكن على أرض الواقع هناك عدد أكبر من ذلك. حتى على مستوى في عام 2022 تعدى هذا الرقم إلى 400 حالة تم قتلها من قبل أزواجهن أو من عوائلهن بدواعي الشرف أو بدواعي أخرى بتختلف عن السياق الإعلامي. باعتقادي أن تركيا لا تريد إدخال الحقوق الأمم المتحدة حتى لا يتسنى أن يلقي عليها العقوبات على واقع تركيا، بالتحديد أن من ينتهك حقوق الإنسان بالواقع الأمم المتحدة سوف يتم إلقاء العقوبات عليه. لذلك هي تخفي الأمر الحقيقي، تخفي الواقع الحقيقي بالتحديد ضمن سياق قتل النساء وأعدادهن بشكل عام. ناهيك أن هناك أيضا أسباب أخرى، هي لا تريد أن تظهر الوجه الحقيقي لتركيا، أن الثقافة الذكورية هي الطاغي الأساسي، وأنها لا تقوم بعملية المساواة بينها وبين الرجال، وهذا يخالف القوانين
القوانين الدولية ويخالف الشرائع الدولية، وحتى على مستوى الأديان، الأديان المختلفة أيضا يخالف الأديان، الذي لا يحترم النساء، الذي يتعامل معها ضمن سياق العنف الأسري والعنف الختان النساء، وأيضا التطرف والتعامل معها كإنسانة تابعة، هذا كله يخالف الأديان حتى على مستوى الشرائع الدولية أو السماوية، يخالف القوانين بشكل عام. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات أستاذة تمارا. كانت معنا من عمان الكاتبة والمحللة السياسية تمارا حداد، أشكرك جزيل الشكر.